مرايه وايمان قدموا افضل اغاني عندهم، ودلوقتي القرار للجنه التحكيم، واحد هنرجع نشوفه الاسبوع اللي جاي وواحد هتستبعده اللجنه، ولو حصل تعادل ووصلنا لطريق مسدود ساعتها هنرجع لتصويت الجمهور اللي هيقرر مين فيهم الخسران. لجنه التحكيم عاوزين قراركم النهائي. انا فلان، انا مشان. لا ما ينفعش. لا لا فلان. كارول نبتدي من عندك، هتستبعدي مين النهارده؟ اول شيء انا بلاقي انه اثنيناتهم غنوا كثير منيح اليوم، مرايا وايمان كمان غنت منيح، واثنيناتهم غنوا احسن من امبارح. هلا طبعا انا يعني ايمان بحبها اكيد، وبتعرف ايمان انه انا رح كون وفيه لفريقي وما بتخلى عنه ابدا. كارول هتستبعدي مين؟ بدي اعتذر من ايمان، بس ما بحب اقول هالكلمه. لازم تقولي هالكلمه انه روح على البيت واستبعد. لا انه بدي اعتذر من ايمان، استبعد ايمان واخلي مرايا. حسين هتستبعد مين النهارده؟ أول شيء بعلق على غنائهم اليوم. بداية مرايا عكستم روح الفريق فغنيتوا بروح الفريق، وأعتقد أنكم اليوم كان في فريق واحد احنا استمتعنا فيه. إيمان بالأمس 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 سألتيني سؤال حاب أني أجاوبك عليه، ويا ريت لو تسمعيني. أنا ما تعودت أقول كلمة نشاز، ما تعودت أقول كلمة مش حلو، فأنا أعتذر لو حقول لك الكلمة هذه. أمس كان في فرق تون، يعني كان في نشاز في الغناء، اسمحي لي، بس مش عيب، تحصل لكل واحد. طبعاً. اليوم كذلك كان في نشاز في الغناء، بس رأيي شفت فيكي روح اللي تبغى تنجح واللي تغني بكل ما عندها، لذلك اليوم يعذروني مرايا أنا أحبها. هتستبعد؟ استبعد مرايا. إليسا هتستبعدي مين النهارده؟ بصراحة أنا اليوم مرايا لقيتهم قدموا عرض أكثر، يعني أفضل بكثير من امبارح. بس أنا بدي أقول شغلة، لو إنه أنا إيمان معي أنا أبداً ما شفتك طلعتي عن تون، أبداً ما نشزت اليوم، سوري حسين. أنا بالعكس رأيي كنت بتجنني. بالعكس. وأنا أدبياً، بس أدبياً، ولأنه إيمان معي ولأنه كمان أنا مقتنعة بموهبتها وأنا بحبكم برضو، رح خلي إيمان ورح استبعدكم. I'm really sorry. Sorry. إليسا هتستبعدي مرايا؟ I'm sorry. وائل أنت اللي هتحسب النتيجة، لو استبعدت مرايا هيمشوا فورا، لو استبعدت ايمان هنوصل لطريق مسدود وهنرجع لتصويت الجمهور. هتستبعد مين يا وائل؟ برايي اثنيناتهم كانوا منيح اليوم. ايمان غنت افضل من امبارح، ومرايا يعني حلوين، ما راح اقول انه في شيء كمان جديد اليوم، ولكن بعدنا بنفس على نفس النمط، وما عم بقدر يعني ما عم تقدروا تاخذوني على مطرح. هلا النتيجه اللي هي ديدي على البيت، مش هيك؟ مش هيك بيقولوا؟ خدني على البيت يعني؟ يعني اخذته على البيت؟ ايه ديدي على البيت، يعني اللي راح وديه على البيت. لا هتستبعده؟ هستبعده. هني مرايا. هارد لك مرايا. مبروك مبروك لإيمان. مبروك. شكرا إيمان. شكرا إيمان. معلش مرايا، انتوا أديتوا أحسن حاجة عندكم، وانتوا بقيتوا نجوم قدام كل المشاهدين وكل الناس اللي حبوكم وصوتوا لكم، فما تزعلوش.